أوضح مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة شبوة المهندس حسن البرمة بأنه يجري العمل في شق وردم طريق جديد بطول 44 كيلومتر يصل مدينة عتق بالمديريات الشمالية الغربية. وقال البرمة إن خط حرشفان سيختصر على المديريات الشمالية الغربية نحو 37 كيلو، وسيخفف الكثير من معاناتهم التي استمرت لسنوات. وأشار إلى استمرار العمل في المشروع بوتيرة عالية، وسيتم سفلتته وتجهيزه خلال الأشهر القليلة القادمة. طريق حرشفان يربط محافظات المديريات الشمالية الغربية التي هي سيلان وعين وبيحان، مرورا بمديرية مرخة ومديرية المصاب، باختصار يعني أكثر من 37 كيلو على هذه المديريات الثلاث إلى عاصمة المحافظة. طريق شبه صحراوي يمر بعض المناطق قبل حرشفان في وادي حمام وادي مرخة. طريق طوله 44 كيلو وتكلفته أكثر من 4 مليون دولار. والطريق سيخدم هذه المديريات درجة ك